مفاجأة من العيار الثقيل، مفاجأة اللي ما كانتش على البال من طرف إحدى السجينات اللي كانت كما كنقولوا كتعمر معاهم السوق نادى حسي في الحبس، واللي كانت كتعاود معاها وكتعاود لها شنو دارها في خطرها إلى آخره. هاد السجينة بطبيعة الحال اللي كانت معنا نادى حسي واللي قضات العقوبة السجنية ديالها وخرجات، بدات كتنشر بعض الأخبار وكتفشي بعض الأسرار اللي كانت بينها وبين نادى حسي، واللي بطبيعة الحال غادي نطرق لها في هاد الفيديو ونعطيكم معطيات حصرية ومستجدات ساخنة على شنو قالت هاد السجينة وشنو الرمانة اللي فرقعات. ونادى حسي راها مصدومة في الحبس منين وصلها خبر أن هاد السجينة اللي تاقت فيها فشات جميع الأسرار ديالها وما عقلاتش عليها. السلام عليكم خوتي، كديرين بخير؟ لبس عليكم، كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال بصحتكم وعافيتكم وراحت بالكم ان شاء الله. المهم اخوتي، قبل ما نبدا هذا الفيديو كما العاده عطيوني لايك ديالكم، الله يسهل عليكم، الله ينصركم، والله يبعد عليكم شر الخلق ان شاء الله. والاراء ديالكم طبيعه الحال في التعليق كيهمني بزاف، ما تبخلوش عليا. وكاينين بعض المتتبعين اللي كيقولوا لي واللي تفكرنا نديروا ليه لايك راه كنساو، انا فكرتكم ما تقولوش لي علاش انا ما فكرتكمش. الله يرحم لكم الوالدين والله ينصركم، والله القسم الى عزاز عليا. وكما قلت لكم كنفرح معاكم وكنرفع على راسي معاكم، كنجيب اخبار جديده، كنتواصل معاكم في الخاص. وبالمناسبة راني صايبت صفحة في الانستغرام على قبلكم وحق الله باش تبقاو تواصلوا معايا في الخاص، الناس اللي كيبغيو يسولوا، الناس اللي كيبغيو يهضروا معايا في اي حاجة يتواصلوا معايا في الخاص. غنخلي لكم لتحت الرابط ديال الانستغرام ديالي واللي بطبيعة الحال عنده علاقة بالقناة ديال مول تنقنيقة. المهم اخوتي، ندخل معكم مباشرة في صلب الموضوع ديال هذا الفيديو. وكما كنعرفوا اخوتي، بنادم فاش كيكون واخد النشويات عرفتوني علاش كنهضر. المهم اخوتي، ما بغيتش نسمي لكم ولكن نتوما راكم فهمتوني، نتوما راكم تما، يعني الواحد اخوتي راكم عارفين فاش كيكون كيتعاطى النشويات كيبقى حل فمو وكيبرول وكيجبد من جنابه ويحط اجي فم وقول. واصلا اخوتي كما كتعرفوا ان نادى حسي معروفه بهذاك الجانب الترتار ديالها، يعني اخوتي فيها كثره التبرويل، فيها كثره الهضره، خضره خضره اخوتي، ما كتعرفش تهضر، كتبقى غير كتهضر وتسيب وتحط في الهضور بلا ما كتضرب حتى شي حسبه للعواقب. شوف كيقول لك الله سبحانه وتعالى دير النيه وبات مع الحيه. وكما كيقول المثال اخوتي، قلب البرمه على فمها طلع البنت تشبه لامها، يعني بحالها بحال امها، تما ما كتعرفش تهضر في الفيديوهات وكتبقى غير تسرسر وتبرول وكلمه من هنا وكلمه من هنا، وفي الاخر كل شيء كيتقلب لها على راسها والناس كيبقاو يشدوها غير من هضرتها، بحالها بحال بنتها حتى هي. وإلا باقين عاقلين اخوتي، كانت نادى حسي طلعت في لايف وكتقول لهم اه راني كنستحمر المغاربه، وكتعيط ليا ساري كل بعض المرات وكتقول لي اجي نديروا فيديو كنتعايروا، وتا انا كنعيط ليها وكندخلوا الفلوس صحيحه، يعني اخوتي برواله وما كتعرفش تهضر وفمها ديما سابقها وخارج عليها. بلا ما نهضروا اخوتي، انها من ايامها عزيز عليها تدور بها الجقله، عزيز عليها اخوتي تدور بها الجقله ديال البراهش ديال البرهوشات في تيك توك، في الطوموبيلات، ها هما هنا، ها هي هنا، ها العراضات، ها التشمكير، ها هادي، ها هادي، يعني اخوتي السيده ما عندهاش اكتفاء ذاتي، ضروري خصها تدور بها الجقله وتدور بها الجميع وتبقى كتبرول عليهم وكتبقى كتعاود لهم وكتبقى تعاود لهم على حياتها الخاصه، خاصه فاش كتكون تحت تاثير النشويات. المهم اخوتي، كيفاش غتعرف القضيه ديال هاد السجينه اللي فشات كل اسرار نادى حسي فاش كانت زعما كتهضر معاها في السجن؟ هو انه هادوك صحاب الحسنات اللي بلا شك غتكونوا عرفتوهم، لانني انا للامانه وبيني وبينكم ما سوقيش فيهم، يعني كانوا بشكل اعتيادي كيمشيو فين ما كيكون تاريخ ديال شي جلسه شي تنقنيقه، كانوا كيمشيو للسجن باش زعما كيتسوقوا الاخبار ديال نادى حسي والزاكي ونزار السبيتي، باش بطبيعه الحال كانوا كيطلعوا في اللايفات وكانوا كيديروا الفيديوهات والناس داخله والتفاعل الى اخره. المهم اخوتي ما نطولش عليكم، طاحوا في هذيك خيتي اللي كما قلت لكم قضات العقوبه السجنيه ديالها وخرجات، بركوها في قهوه، رشاوها بالفلوس وبدات كتسرسر وتعاود وتسرسر وتعاود. وحاجه باينه اخوتي، كيكون بنادم الله يستر يالله خارج من الحبس ما عارفش راسو فين غيمشي، واش غيلقى دارهم باقين في نفس البلاصه، واش تحولوا، منين غيجيب الفلوس، منين غيشري البليه ديالو، كيفاش غيدير ياكل الى اخره. يعني بنادم منين كتعرض عليه الفلوس وهو يلا خارج من الحبس،
راه 1% اللي غيرفض، ما تبقى كلهم غيقول لك ايه مرحبا. ما كنعممش، ولكن من هذه اخوتي كتشوفوا ان بنادم كتفتح ليه قلبك، كتعاود ليه، سواء في الخدمه، سواء مع الجيران، سواء في العائله الى اخره، بنادم كتعاود ليه، بنادم كتبغي تخوي عليه قلبك، تفاجئ على راسك، وفي الاخر كتلقاه انه شد جميع الاسرار ديالك والمعلومات الشخصيه ديالك، وبدا كيستعملهم ضدك وكيبتزك بهم وكيحط لك زنافرك في الارض فيهم. يعني اخوتي قد ما تعاودوا للناس، خليوا دائما واحد الجانب او لواحد الجزء احتفظوا به لنفسكم. هذه مجرد نصيحه، واللي انا باش ما نكذبش عليكم كنحاول انني نطبقها في حياتي، ولو بعد مرات رات انا في التعاود كنبقى نعاود على راسي وهذه وهذه. المهم اخوتي، هي هذيك السجينه بدات كتعاود ليهم شنو كاين شنو كاين، ومن بين الاسرار الصادمه اللي عودت ليهم على نادى حسي، اول حاجه هو انها ما مزوجاش بحمزه الشماخ بصفه رسميه، كما كنت قلت لكم وكما كيقولوها القنوات الكبار وكيقولوها اقرب الناس اللي كانوا معنا هذا حسي زعما في الصداقات ديالها وفي الجميع ديالها. ولكن اخوتي راهم باقين بعض المتتبعين اللي مقلوبه عليهم القفه، ولا ما عرفت دارت لهم حري ودا الطلاسم، تيقول لك لا راه كاين العقد، لا راه وراو العقد، لا حمزه ورا العقد. كندوي على بعض المتتبعين والمتتبعات الله يهديهم. وإلا كان العقد أخوتي غير بالعقل، علاش ما كيدخلش عندها الحبس؟ كيقول لك بعض الناس لا راه وفات ليه لاكارت، راه واخا توفى ليه لاكارت، واخا توفى ليه لاكارت ناسيونال، راه بإمكانه يخليه يدخل غير بالعقد ديال الزواج، لأنه بطبيعة الحال راه غير باش دير العقد ديال الزواج وتمشي للمحكمة وتجمع الأوراق والعدول إلى آخره، راه كيطلبوا لك لاكارت. يعني غير هذاك العقد ديال الزواج راه يعوض لاكارت ويدخل يشوفها الا كانت بصح مراته بالفور يا الشفور وبارك من الهضره الخاويه. اما بخصوص سجينه اخوتي اللي خوات المزيوده، قالت لهم ان نادى حسي كانت كتوحش حمزه الشماخ وكانت كتبغي غير تشوفه، ولكن عمره ما قدر يدخل عندها الحبس ويشوفها بحال قريوده، لانه ما عندوش عقد الزواج معاها وما كتجمعوا بها حتى صله قرابه. والسبب علاش ما قدروش انهم يعقدوا قرانهم، اول حاجه جات من عند حمزه هو اللي فيه المشكل، لانه بكل بساطه اخوتي عنده واحد السجل عدلي اللي شويه مسخ وكانوا عنده مشاكل في لاكارت ودير شي مصائب. ولا عقلتوا اخوتي راه كانت واحد اليوتيوبره مشهوره ومشوهه كطلع في لايفات وكانت كتقول شي هضره اللي كانوا الناس كيضحكوا عليها، ولكن مع الوقت اخوتي تبين ليا انه كانت واحد شويه ديال الحقيقه في الهضره ديالها. يعني اخوتي بوباروكا جاي من واحد الماضي مسخ ديال الجرائم وديال التهام وديال المناتيف، وتخبى في نادى حسي غير مخبي فيها مور دارها، واكل شارب تيتي نيني، مخليه ليه الطوموبيل، مخليه ليه السوار ديال الدار، الذهب قدامه، كل شيء قدامه، وشي نهار اخوتي يقدر يقولبها. ما كنتمناوش ليها هذا الشيء، ولكن اخوتي راه باينه منين كتجيبي واحد من الزنقه وكديري فيه الخير وتدخليه، راه قليل 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 بزاف فين كيصدق ولد الناس. الاغلبيه غيغدرك، الاغلبيه غيطعنك في ظهرك، الاغلبيه يقدر يجمع لك المطاوي كما كيقولوا، يخونك، يكذب عليك، يدي لك ديالك ولا يدير لك شي مصيبه. المهم اخوتي كما قلت لكم، الواحد منين كيكون تحت تاثير النشويات كيبقى غير كيهضر، كيخرج اللي في قلبه، كيعاود، ما كيكون لا كيفكر لا في عواقب لا حتى شي حاجه غير انه يخرج هذاك الشيء اللي في قلبه ويفاجئ على راسه. وكما كتشوفوا دابا نادى حسي مرميه في الحبس تقريبا اكثر من 4 شهور، وكاع فلوس تيك توك وفلوس اليوتيوب وليكولاب والنصب على اصحاب القنوات، كلشي دوك الفلوس شكون اللي كيتمتع بهم دابا وشكون اللي تمتع بهم هاد الصيف؟ هو بوباروكا اللي جا لقاها بارده والام ديالها قريوده بارده الاكتاف، اللي ما شفناهاش اخوتي قلبها على بنتها، اللي ما شفناهاش ولو دمعه وحده هبطات على بنتها، سوا في اللايف سوا في شي بلاصه هكا بطريقه عفويه الى اخره. ياك اخوتي كما كتقول هي انها كتشارك كل شيء مع المتتبعين ديالها، ايوا لكتي بصح كتبغي بنتك وشاركي معاهم حتى لحظه حزن، لحظه الم، شي دميعه كان شوفوك تنتي واحد النهار مأزمة مألمة على ديك البنت، والنهار كامل وهي بريريت ديال اتاي مسوس، نهار كامل وهي كتجري بهذيك الطوموبيل و
وسمعت شي اخبار على الحياه العاطفيه ديال قريوده اللي جاتها المراهقه المتاخره، ولكن باقي ما متاكدش منها. اون فوا غنتاكد منها ونجمع المعطيات اللازمه ان شاء الله غنوافيكم بفيديو حصري على الحياه العاطفيه ديال قريوده، وعلاش ناسيه بنتها، وعلاش ما مسوقاش لبنتها، وعلاش ما شدهاش هذيك الحرقه على بنتها وهي مرميه في الحبس وحامله. ان شاء الله غنوافيكم بهذا الفيديو عما قريب.